إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. ف البقرة الحلابة طالع الثمن ديالها حتى هي، ف بقرة حلابة كيبدا الثمن ديالها من 1.5 مليون. البقرة هنا نواحي بن سليمان، شوفوا معايا الخيرات تبارك الله. ف خيرات تبارك الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في، تبارك الله الخيرات كيف ما كتشوفوا معايا. فالبقرة الحلابة المليحة واصلة 1.5 مليون، كيبدا الثمن ديالها من 1.5 مليون وانت غادي طالع الفوق. شوفوا الخيرات تبارك الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. فالخيرات تبارك الله جودة عالية، نتمنوا الخير، نتمنوا مع أمطار الخير غزي الثمن يرجع شيئا ما. إذا دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في. فالخيرات تبارك الله، البقرة الحلابة واصل الثمن ديالها 1.5 مليون. هنا أنا واحد زي ما تشوفوا معايا كيف دايرة تبارك الله. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. شوفوا معي الخيرات تبارك الله، البقرة الحلابة دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شو تي في، لازلتم تتابعون معي هذا النقل المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. البقرة الحلابة طالع الثمن ديالها، وكيبدا الثمن ديالها من 1.5 مليون وانت طالع فوق حتى 2.5 مليون على حساب الشكل ديالها. فهذه بقى صغيرة دايرة 1.5 مليون تقريبا. الصورة أمامكم الخيرات تبارك الله. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شو تي في، فما بقى لي إلا نودعكم، دمتم في رعاية الله، كنا معكم نقل مباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. فالبقرة الحلابة كيبدا الثمن ديالها من 1.5 مليون وانت طالع فوق حتى 2.5 مليون حتى 3 على حساب السن ديالها والجودة ديالها والملوحية ديالها. هذه اللي كتشوفوا معنا واصلة 1.5 مليون تبارك الله هنا نواحي بن سليمان. مشاهدينا الكرام خيرات تبارك الله، خيرات مولانا. فنتمنى ان شاء الله مع امطار الخير يزيد الثمن ينقص
شيئا ما. وقليل أن نودعكم، دمتم في رعاية الله مشاهدي الكرام، ونهاية أسبوع موفق للجميع.